وفرت الخيارات السكنية الجديدة التي أعلن عنها برنامج سكني مؤخراً عدداً من الحلول الرامية لتقليص فترات الانتظار للمستفيدين من جميع فئات المجتمع إلى أقل من 3 أعوام، وذلك من خلال تقديم قرض عقاري مدعوم يقدم الخيار السكني المناسب وفق رغبات المستفيدين. ويطرح البرنامج 5 خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة التي أطلقت منها وزارة الإسكان خلال العام الجاري نحو 5000 فيلا ضمن 20 معرضا للمعاينة والحجز في محافظات عدة، وتم تسليم مجموعة منها في العيينة والخبر والمبرز وصبية وبيش والقنفذة والخرمة وشقرة وغيرها من المحافظات. طبعا يقدم البرنامج خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، واللي تتنوع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمواصفات متنوعة تمتاز بجودتها وأيضا ضمانتها، فيما تتراوح الأسعار ما بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال. كذلك أطلقت وزارة الإسكان ضمن مؤتمرات سكني مؤخرا خيارين جديدين للمستفيدين، هما البناء الذاتي وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، حيث يحصل من خلالهما المستفيد على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الفوائد بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. جهود جبارة تقوم بها وزارة الإسكان لضمان السكن للمواطنين. أيضا كمان تنوع يعني الآن يعني وضع المبالغ